بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا توقفنا في مدرسة كتاب أصول مذهب الشيعة إلى موقف الشيعة من قضايا التوحيد وقضايا العقيدة أو قضايا الأسماء والصفات بالذات. فآخر ما كنا ناقشناه يعني مسألة وجود التجسيم عند بعض من نسب إلى الشيعة، وقد تزعمه يعني هشام كما ذكرنا ذلك من قبل بالتفصيل، هشام بن الحكم. ثم المبحث الثاني يتعلق بقضية التعطيل، تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته. فبعد الغلو في الإثبات بدأ المذهب في أواخر المئة الثالثة يتغير، حيث تأثر بمذهب المعتزلة في تعطيل الباري سبحانه من صفاته الثابتة له في الكتاب والسنة، وكثر الاتجاه إلى التعطيل عندهم في المئة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتبعوه كالموسوي الملقب الشريف المرتضى وأبي جعفر الطوسي، واعتمدوا في ذلك على كتب المعتزلة. وكثير مما كتبوه في ذلك منقول عن المعتزلة نقل المسطرة، وكذلك ما يذكرونه في تفسير القرآن الكريم في آيات الصفات والقدر هو كله منقول من تفسير المعتزلة. ولهذا لا يكاد القارئ لكتب متأخر الشيعة يلمس بينها وبين كتب المعتزلة في باب الأسماء والصفات فرقا، فالعقل كما يزعمون هو عمدتهم فيما ذهبوا إليه. والمسائل التي يقررها المعتزلة في هذا الباب أخذ بها شيوخ الشيعة المتأخرون، كمسألة خلق القرآن ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وإنكار الصفات. بل إن الشبهات التي يثيرها المعتزلة في هذا هي الشبهات التي يثيرها شيوخ الشيعة المتأخرون. طبعا تلاحظون كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي هو منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، له اسم ثاني؟ لا اسم الكتاب، كتاب شيخ الإسلام يسمى أحيانا كتاب ثاني، هو الذهبي اختصره في أيوة، المنتخب منهاج الاعتدال، له اسم تاني منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال، لأن في يعني علاقة وشيجة بين الرافضة وبين الشيعة خاصة في أبواب التوحيد وأبواب الأسماء والصفات والعقائد، هم صدى للضلالات المعتزلة، فدائما ما يقترن الرافضة بالمعتزلة في ضلالاتهم. لكن الفرق الذي يلمسه الإنسان إذا درس هذه المسائل هو أن الشيعة أسندوا روايات إلى الأئمة تصرح بنفي الصفات والتعطيل، مع أنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد أسسوا دينهم على أن باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه ما رأوه بقياس عقولهم. هذا الوصف نلمسه في طريقة احتجاجهم على مذهبهم في التعطيل،
حيث اعتمدوا المنهج العقلي الكلامي للبحث في صفات الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا المنهج الكلامي مخالف للمنهج الشرعي والعلمي والعقلي، لأن صفات الله تبارك وتعالى هي من الغيب الذي يتوقف العلم به على الكتاب والسنة. فقضية الأسماء والصفات من قضايا الغيب التي لا مجال للعقل فيها، وإنما هي تتلقى بالتلقين عن طريق الوحي، يعني يتعرف الله إلى خلقه بأسمائه وصفاته فيجب أن يؤمنوا بها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. أيضا مع اعتمادهم الدليل العقلي كمنهج أهل الاعتزال، فإنك تلاحظ أنهم جاءوا بروايات كثيرة عن الأئمة يسندون بها ما ذهبهم في التعطيل، ويفترون على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبعض علماء أهل البيت كمحمد الباقر وجعفر الصادق بأنهم يقولون بالتعطيل، بل اعتبر بعض شيوخهم المعاصرين أن هذا هو عمدتهم في نفي الصفات. يدعوا أن نفي الصفات هم مش أخذوه من المعتزلة، لا، ده شيء عمدة في مذهبهم بناء على موقف أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، حيث يقول أحد شيوخهم المعاصرين وهو الزنجاني في عقائد الإمامية الاثني عشرية، يقول: هل يبقى مجال للبحث عن الصفات؟ وهل له طريق إلا الإذعان بكلمة أمير المؤمنين رضي الله عنه: كمال الإخلاص نفي الصفات عنه. كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن تنفي عنه صفاته. وكما نوهنا من قبل لقضية الصفات، يعني بعض الناس لهم حساسية عندما تذكر قضية الأسماء والصفات نتيجة جهلهم أو نتيجة أن بعض السلفيين يتناولونها بطريقة فيها نظر. يعني فقضية الأسماء والصفات دي ركن ركين في عقيدة المسلم، ولا أدل على ذلك من أن السورة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يعني تعدل ثلث القرآن هي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، ليس فيها لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، لا، هي ممحضة لصفات الله عز وجل. ولذلك الصحابي الذي كان يقرأ بها دوما في كل صلواته واشتكى ذلك المأمومون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن السبب، قال: إني أحبها لأن بها صفة الرب، صفة الرب، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. هل آية الكرسي، لأن بعض الناس تقول إيه قضايا الأسماء والصفات دي قضايا نظرية، خلينا ننشغل بما تحته عمل، هذه قضايا تفرق المسلمين جهلا منهم طبعا بأصول الدين، لأن ما من فرقة ضالة إلا ويتعتبر قضية الأسماء والصفات أهم أصول الدين، حتى الفرق الضالة، لكن هم يضلون في كيفية التعامل مع نصوص، لكن كله متفق، ما فيش غير أفراخ هذا العصر الذين خرجوا بهذا الكلام الجاهل الذي فيه تحقير لقضية الصفات. كفر النصارى هل كان إلا من طريق الحادم في الأسماء والصفات ونسبة الله عز وجل إلى ما لا يليق به؟ كفر اليهود أليس سبب كفر اليهود أيضا وقوعهم في مصيبة التجسيم وافترائهم على الله ما لا يليق به؟ فده موضوع الأسماء والصفات أن تعرف الله كما في الحديث: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا هم وحدوا الله، بعض الروايات فإذا هم عرفوا الله، فمعرفة الله سبحانه وتعالى شيء مهم جدا في قضايا العقيدة. الملاحظة على بعض الإخوة السلفيين حينما يتناولون قضايا العقيدة دائما يتمحورون حول ضوابط العقيدة، تجد كل كلام في قضايا الأسماء والصفات بيدور حول إيه؟ ضوابط العقيدة، اللي هي الكلام اللي مثلا تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات، التأويل وضوابطه وكذا، كل هذه الأشياء. فدائما التمحور حول قضية العقيدة من ناحية فقط قضية الإثبات والتعطيل والرد على الضلال في هذه المسألة، لكن قد يكون أحيانا على حساب العقيدة المقصودة لذاتها. يعني ونوهنا لهذا مرارا، يعني حتى قضايا حتى كتب العقيدة التي ندرسها كشرح الطحاوية وغيرها من الكتب المماثلة هي بتتمحور حول قضايا العقيدة. كتب العقيدة دي بتتناول المسائل التي شذت فيها الفرق الضالة، تتناول المسائل التي شذت فيها الفرق الضالة، فهي عملية إعلان موقف أهل السنة في كل قضية من هذه القضايا، لكنها لا تستوعب كل مسائل العقيدة. واضح؟
دي إعلان موقف إن أهل السنة يرون في القضية الفلانية كذا وفي القضية الفلانية كذا. فالكتب العقيدة مثلا العقيدة الوسطية شرح الطحاوية معارج القبول غالب مباحثها بيدور حول المواقف التي ضل فيها أهل البدع، فيعلون فيها موقف أهل السنة ويردون على افتراءات أهل البدع. لكن العقيدة نفسها هي ما جاء في الكتاب والسنة، أن تستوعب أدلة القرآن والسنة في كل قضية، وبالتالي هذا هو تشكيل العقيدة بالنسبة للمسلم، ولا تنحصر فقط في تناول قضية الأسماء والصفات بالضوابط المعروفة لضبط منهج السلف وبيان اختلافه عن مناهج الفرق الضالة. فهذه نقطة مهمة جدا، يعني العقيدة بتفاصيلها تستوعب من الكتاب والسنة. فالضوابط العقيدة كما قلنا مرارا أن الإنسان يعني كما أنه مطلب يعني محتاج إلى الهداية إلى الطريق، هو محتاج بعد ذلك إلى هداية في الطريق. إذا كانت الأديان تشكل منعطفا يعني أو تقاطع طرق، فالإسلام نصرانية بوذية يهودية وهكذا، فالإنسان حينما يقف في تقاطع الطرق يحتاج أولا إلى إيه؟ إلى أن يحدد الطريق الصحيح كي يسلك. لو هو رايح مرسى مطروح أو دمياط مثلا ولا القاهرة، فإذا سلك طريقا خطأ لا شك هذا بعد يعني كبير جدا عن عما يقصده. لكن إذا حدد هو مسافر القاهرة فاختر إيه؟ هنا هداية إلى الطريق الذي يوصله إلى هدفه. وكل مسلم هدفه الوصول إلى الجنة، واضح؟ طيب هل بمجرد أن الإنسان يسلك الطريق حدد الطريق اللي هو الإسلام، هل إذا اختار الطريق هل ضمن النجاة؟ لا يضمن النجاة. فالهداية إلى الطريق لا تكفي، لابد معها إلى هداية في الطريق. يعني الشخص اللي هيمشي بقى في الطريق السريع ده ويسافر محتاج لهداية في الطريق أم ليس محتاجا؟ محتاج لاحترام ضوابط المرور، محتاج للانتباه للتحذيرات التي تكون على الطريق، أمامك منحنى صعب، أمامك كذا، أمامك كذا، هنا حدود السرعة كذا إلى آخره. كي يصل ناجيا سالما لابد أيضا أن يلتزم بضوابط داخل الطريق. فكما امتحن الله سبحانه وتعالى العباد بالبحث عن الهداية إلى الطريق خلال من خلال يعني الأديان المختلفة، كذلك بعد الدخول في الإسلام لا يكفي هذا للنجاة المطلقة، وإنما لابد أيضا من أن يراعي ضوابط السفر. ضوابط يعني لما يكون في طريق بين جبال ويعني من على الطرفين هناك هاوية سحيقة، فهو مطالب بإيه؟ مطالب بالانضباط في السير، ولذلك يضعون الإيه؟ يضعون أسوار عند هذا الطريق كي لا يسقط الإنسان في الهوية. فهي دي الأسوار دي ضوابط العقيدة، لكن هي مش كل الطريق، الطريق اللي أنت ماشي فيه. فقضية العقيدة يمكن أنجح مثال يتعامل معها بالطريقة التي ينبغي أن يتعامل معها بها هي سلسلة الدكتور أشقر العقيدة في دور الكتاب والسنة. دي الطريقة الأقرب لتناول العقيدة، ليس فقط أن احنا نمسك كتاب زي الفتوى الحموية الكبرى ويبقى كل العقيدة عندنا هي أن احنا ندرس ضوابط العقيدة، هي لابد منها لحمايتك من الضلال، لكن مش هي دي بس العقيدة، يديك الضوابط بس، أما العقيدة فتأخذها من القرآن والسنة بكل التفاصيل. حينما ترى مثلا كتاب الدكتور أشقر مثلا مثلا الإيمان بالملائكة، عالم ملائكة الأبرار، هي التفاصيل دي بقى، مين هم الملائكة وإيه صفاتهم وإيه وظائفهم، كل الأشياء دي غالبا بهذه التفاصيل الكبيرة لا تجدها في كتب العقيدة التي تركز على ضوابط العقيدة، تعطيك الضوابط وأنت تمضي بقى في طريق تعلم العقيدة من القرآن والسنة من الوحي، واضح؟ وهكذا في كل قضية تستوعب من القرآن نفسه ومن السنة. لكن عامة كتب العقائد سواء في القديم أو في الحديث، كتب السنة فيما مضى كلها بتركز حول إعلان موقف ضد أهل البدع. هم انحرفوا في قضية القضاء والقدر ما بين المرجئة، ما بين مثلا الجبرية والإيه والقدرية، فتبين وسطية أهل السنة والرد على الفريقين. في قضية الأسماء والأحكام ما بين يعني غلو الخوارج وجفاء المرجئة. في الأسماء والصفات ما بين التعطيل وما بين التشبيه، وهكذا أهل السنة وسط في كل هذه القضايا. فقضية الأسماء والصفات نعود لموضوعنا، يعني قضية محورية جدا في التوحيد، بذلك حتى كل الفرق المعتزلة كل هؤلاء يعتبرونها أهم أصل في العقيدة. لا
لكن ينحرفون في فهمها والتعامل مع نصوصها. فغير الجماعة اللي طالعين اللي هم يعني أفراخ هذا الزمان اللي بيحقروا قضايا التوحيد ويقولوا عليها قضايا إيه؟ نظرية. قضايا النظرية دي هي الركن الركين في الدين. الإيمان أن تؤمن بالقلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل دي قضايا إيه؟ هم بيسموها نظرية. ولا توجد يعني أي نظرية في العالم إلا ولها جانب نظري وجانب عملي. شيوعية مثلا لها جانب نظري لابد أنك تدرسه وتفهم فلسفتها، وبعد كده في جوانب عملية. أي مذهب في الوجود له جانب نظري وتطبيق عملي. وحاشا أن نقارن الإسلام بغيره من المذاهب، لكن أقول أن قضايا التي تسمونها أنتم قضايا نظرية لا يترتب عليها عمل، يترتب عليها أخطر عمل، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالقلب له كسب، وهو الإيه؟ التصديق بهذه الأخبار. فهي لابد أن تشكل تصورك وإيمانك وكيف تتعامل مع هذه يعني النصوص. خلاص الكلام أن الرافضة يعني يحاولون الإيهام بأن عملية التعطيل، تعطيل أسماء والصفات عندهم، ليست لم يعني يقتبسوها من المعتزلة، وإنما هم إيه ده بينسبوها. وده شيء سهل جدا أن يفتروا روايات على أمير المؤمنين وعلى غيرهم من الأئمة ويدعوا أن هم الذين دلوهم على مسألة التعطيل. فانظر إلى الافتراء العجيب الذي يفترونه، كما يقول هذا الرجل الزنجاني: هل يبقى مجال للبحث عن الصفات؟ وهل له طريق إلا الإذعان بكلمة أمير المؤمنين رضي الله عنه: كمال الإخلاص نفي الصفات عنه، والعياذ بالله، نفي الصفات عن الله. اعتبر ده كمال إيه؟ قمة التوحيد وقمة الإخلاص، أن تكذب بصفات الله وتعطل صفات الله تبارك وتعالى. فترى القوم ليس لهم منهج ثابت، ذلك أن مسلك التقليد عرضة لتناقض. فهم حينما يعتمدون العقل، فهم حينا يعتمدون العقل، وتارة يعتمدون الخبر، فهم بين مشرب أخباري ومشرب اعتزالي عقلي يتأرجحون. هذا والثابت عن علي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم، وهذا أيضا ما تعترف به بعض روايات لهم موجودة وسط ركام هائل من التعطيل. ولكن الأمثلة على روايتهم التي نسبوها لأهل البيت والتي فيها نفي الصفات كثيرة، منها مثلا قولهم: وكمال التوحيد نفي الصفات عنه. كمال التوحيد نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. وقولهم أيضا: وحمد الله نفي الصفات عنه. ويقولون أيضا: ولا نفي، يعني للتشبيه مع إثبات الصفات. صرح علامتهم ابن المطهر بأن مذهبهم في الأسماء والصفات كمذهب المعتزلة، ومنهم من قال: وكمذهب الفلاسفة، بلا استحياء، وكمذهب الفلاسفة. كما وصفت مجموعة من رواياتهم رب العالمين بالصفات السلبية التي ضمنوها نفي الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى. كروى ابن بابويه أكثر من 70 رواية تقول إنه تعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا كيفية ولا حركة ولا انتقال ولا بشيء من صفات الأجسام، وليس حسا ولا جسمانيا ولا صورة إلى آخره. وشيوخهم ساروا على هذا المنهج الضال من تعطيل الصفات الواردة في الكتاب والسنة ووصفه سبحانه بالسلوب. الحقيقة صعب جدا نقرأ كلامه، كلام يعني منافي تماما لمنهج السلف ومجاف له، كما يقول شيخهم محمد الحسيني الشهير بالقزويني، يلقبونه بالإمام الثالث عشر لأنه قابل منتظره المزعوم 3 مرات. فلما هذا الرجل محمد الحسيني القزويني قالوا أنه قابل المهدي في السرداب 3 مرات، فلازم يدلوا بقى لقب عظيم جدا، ده قابل المهدي. فوصل أنهم لقبوه بأنه الإمام 13، مع أن الإمام 12، لكن تكريما له أعطوه هذه الإيه؟ المرتبة. يقول هذا الرجل في وصف صفات الله سبحانه وتعالى: لا جزء له، وما لا جزء له لا تركيب فيه، وما ليس بمركب ليس بجوهر ولا عرض، وما ليس بجوهر ليس بعقل ولا نفس ولا مادة ولا صورة ولا جسم، وما ليس بجسم
ليس في مكان ولا في زمان ولا في جهة ولا في وقت، وما ليس في جهة لا كم له ولا كيف ولا رتبة، وما لا كم له ولا كيف له ولا جهة لا وضع له، وما ليس له وضع ولا في وقت ولا في مكان ولا إضافة له ولا نسبة، وما لا نسبة له لا فعل فيه ولا انفعال، وما ليس بجسم ولا لون ولا في مكان ولا جهة لا يرى ولا يدرك. يوصف الآخر إلى إنكار رؤية الله في الآخرة. هذا الأسلوب معروف جدا، أسلوب النفي المحض، وهو مستقى من ركام الفلاسفة وغثاء الملاحدة، يتضمن في الحقيقة نفي الوجود الحق، كأن ما فيش إله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمدح بالسلوب فقط، بالعكس هذا يتنافى تماما مع منهج السلف أو منهج القرآن والسنة في صفات الله تبارك وتعالى، الذي يقول عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهنا نزه نفسه عما يصف به هؤلاء المعتدون الظالمون، سبحان تنزه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم سلم على المرسلين لأنهم سلموا من أي انحراف في صفاتهم في إثبات صفات الله، سلام على المرسلين الذين وصفوه بما يليق به، والحمد لله رب العالمين حمد الله نفسه على ما اتصف به من صفات الكمال. هذا المنهج منهج المدح عن طريق السلوب، السلوب النفي ليس بجديد، فهو سبيل من زاغ وحاد عن منهج الرسل عليهم السلام من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية. فهناك جملة من الصابئة يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب، ولذلك قال البيروني عن صابئة حران إنهم يصفون الله سبحانه بالسلب لا بالإيجاب، كقولهم لا يحد ولا يرى ولا يظلم ولا يجور، ويسمونه بالأسماء الحسنى مجازا إذ ليس عندهم صفة بالحقيقة. يعني الأسماء الحسنى دي مجاز، لكن هي لا تثبت أي صفة لله سبحانه وتعالى. كذلك يعني الجهمية الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى، والباطنية أيضا من ألقاب الإسماعيلية ونحوهم، فإنهم يصفونه سبحانه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وهو نفي الوجود الحق، كأن ما فيش إله، لأنه بيوصف بإيه كله؟ ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، اللي صفاته عدم بهذه الطريقة، عدم المحض، هو الإيه؟ الذي لا وجود له. فهم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، كما يستلزم غاية التمثيل حيث يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. وهؤلاء جميعا يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. فهم يفرون من التجسيم فيقعون في إيه؟ في نفي وجود الله سبحانه وتعالى، أو يلزم من كلامهم نفي وجود الله، زي الإنسان اللي بيقع في التعطيل، هو بيقع في التعطيل الأول بيمر بمرحلة أخرى، إنه إذا سمع آيات الصفات فيقع في التشبيه، فإذا نفر من التشبيه وقع في التعطيل. أما منهج السلف فهو ممنوع ممتنع أصلا فيه التشبيه، إذا سمع صفات الله فنقول ظاهرها هو ما يليق بالله، من ظاهرها ما يليق بالمخلوقين، فمن ثم ما يحتاجش بعد كده للإيه؟ للتعطيل، فهو يثبتها بلا كيف. والله سبحانه وتعالى بعث رسله في صفاته بإثبات مفصل ونفي مجمل، فما نرى في بعض كتب الأشاعرة وكتب هؤلاء القوم نفي نفي نفي، هذا شيء يعني لا يطاق، نفي فقط، هذا ليس مدحا، إنما منهج القرآن الكريم أنه في الإثبات فصل وفي النفي أجمل، ولهذا يأتي الإثبات والصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، يقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالنفي جاء مجملا ليس كمثله، يعني ليس كالله شيء، وهذه طريقة القرآن في النفي غالبا، يقول تعالى هل تعلم له سميا، يعني نظيرا يستحق مثل اسمه، وقيل مساميا يساميه،
عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. أما في الإثبات، يعني تلاحظ هنا النفي مختصر جدا مجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، يعني ليس لله نظير، ولم يكن له كفوا أحد، دي نفي. لكن سبقها إيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما في الإثبات فيأتي بالتفصيل، وهو السميع البصير. مثلا آخر سورة الحشر كلها إثبات، أو غالبها الإثبات، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إثبات. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طبعا الشواهد على هذا كثيرة جدا في القرآن الكريم. أما هؤلاء فطريقتهم النفي المحض، حينما يتكلمون عن الله ليس بكذا ولا كذا، ليس بداخل العالم ولا بخارجه، ليس كذا وكذا، فكل نفي محض. وهذه الطريقة لا تتفق إطلاقا مع طريقة القرآن الكريم، كما لا تتفق مع الفطر السليمة والعقول الصريحة، بل هي منكرة في مدح البشر للبشر. فكيف يوصف بها رب العالمين تبارك وتعالى؟ يعني لو واحد جاء أراد أن يمدح ملكا من الملوك أو إمبراطور من هؤلاء ويريد أن يمدحه يقول له لست زبالا ولا خياطا ولا كناسا ولا طباخا ولا خادما ولا امرأة ولا طفلا ولا بنتا ولا، ويفضل يجيب كل هذه الأشياء، هل هذا يعني يرضاه منه واحد من البشر؟ انه قاعد يقول له انت مش كذا ومش كذا ومش كذا من هذه الامور الناقصه. يقول شارح الطحاويه وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه اساءه ادب، فانك لو قلت للسلطان انت لست بزبال ولا حجام ولا حائك لادبك على هذا الوصف وان كنت صادقا، وانما تكون مادحا اذا اجملت النفي ثم فصلت في الاثبات، كأن تقول أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل وأعظم وكذا وكذا وكذا، أنت لست مثل أحد من رعيتك، مش تقعد بقى تفصل له بقى رعيته إيه، واضح؟ ولكن تقول أنت لست كأحد من رعيتك ولكنك أعلى منهم وأشرف وأجل وأكرم وكذا وكذا. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والشيعة تروي عن أئمتها أن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه تماما كما هو منهج السلف، لكنها تعرض عن ذلك، فتعرض عن كلام الأئمة كما أعرضت عن كلام الله في القرآن الكريم الذي فيه هذه الصفات، وأيضا كما أعرضت عن مقتضى العقل والفطرة، وتؤثر في ذلك التقليد المحض والأخذ من نفايا الفلسفات البائدة، وإلا فكيف يتجرأ عاقل في الاعتماد على الاعتماد في أمر غلبي لا سبيل للوصول إلى المعرفة فيه على سبيل التفصيل إلا بخبر السماء، على العقل القاصر والفكر العاثر وتحكيم خيالات البشر المتناقضة وتصوراتهم المتعارضة. هؤلاء المعطلة قد رد عليهم أئمة الإسلام وبينوا باطلهم، ولن نكرر القول ونبدأ فيه ونعيد، ولكن الذي يمكن أن يضاف في هذا المجال بعد ظهور الكتاب الشيعي وانتشاره هو تصوير هذه المسألة من كتب الشيعة ومن خلال روايات الشيعة عن أئمتها وكلام شيوخهم المبني على مجاراة أهل التعطيل، ليتبين مدى تناقضهم وانفصالهم عن أئمتهم، ومتى تدخل الأيدي السبائية لتحوير مذهب الأئمة ووضع روايات تحاكي مذهب التعطيل وتصدق مذهبهم في التقليد. هنا هو اختار ثلاثة مسائل، المسألة الأولى قضية خلق القرآن، المسألة الثانية مسألة الرؤية، والمسألة الثالثة مسألة النزول الإلهي. يتبين بعد ذلك من خلال نصوص الشيعة أن مذهب الأئمة كان وسطا بين غلو الممثلة وجفاء المعطلة، ومذهب أئمة أهل البيت متوافق تماما مع مذهب أهل السنة والجماعة
بل يتوافق أيضا مع العقل الصريح والنقل الصحيح. أما المسألة الأولى فقولهم بأن القرآن مخلوق، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يعني الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لم يقل إيه خلق القرآن، لكن قال خلق الإنسان، القرآن علم القرآن، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كان كلام الله مخلوقا هل يمكن أن يتعوذ الرسول عليه الصلاة والسلام بمخلوق؟ لا، أن تتعوذ بكلام الله هذه صفة من صفات الله عز وجل، فهي ليست بمخلوقة. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وعلى هذا دل الكتاب والسنة وإجماع السلف. الكتب كثيرة جدا من كتب السلف في هذا، كالرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، خلق أفعال البعاد العباد الإمام البخاري، الرد على الجهمية للدارمي، رد عثمان بن سعيد على بشر المرسي العنيد، الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبه لابن قتيبة، والرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد، والرد على الجهمية لابن منده وغيرهم، كل دول أئمة السلف القرون الأولى ردوا على هذا الكلام. فعقيدة السلف عقيدة مسندة لها جذورها، بخلاف ما طرأ بعد ذلك من الفرق يعني الضالة والمحتفى. هو يوجد كتاب حقا من أروع الكتب التي بسطت هذه المسألة وتناولت المنهج السلفي رائع، وهو كتاب الشيخ الجديع اللي هو العقيدة السلفية في كلام رب البرية، سبق أن درسناه في مسجد إيه؟ كله في بكري، في مسجد بكري. الاثنى عشرية، حذت حذو الجهمية في القول بخلق القرآن. فالمجلسي يقول في البحار في كتاب القرآن باب أن القرآن مخلوق، وأورد فيه 11 رواية. أيضا محسن الأمين يقول قالت الشيعة والمعتزلة القرآن مخلوق، وهذا بناء على إنكارهم لصفة كلام الله سبحانه وتعالى، وزعمهم أن الله سبحانه يوجد الكلام في بعض مخلوقاته كالشجرة حين كلم موسى وكجبرائيل حين أنزله بالقرآن. القضية بالتفاصيل طبعا لن نستطيع أن نفصل فيها، لكن فعلا لو استطعتم الحصول على هذا الكتاب لأنه أروع ما يكون، كتاب الشيخ عبد الله بن يوسف الجذيع العقيدة السلفية في كلام رب البرية، كتاب رائع جدا جدا يعني. وفي بعض الروايات عندهم تثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق، موجودة في كتبهم، لكن طبعا كالعادة المخرج جاهز، وهو أن هي خرجت مخرج التقية في كتاب الصراط، تفسير الصراط المستقيم لآياتهم، البروجردي نقل نصا عن ابن بابويه يحيل فيه كل النصوص اللي هي فيها موافقة السلف في قضية كلام الله على التقية، يقول ولعل المنع من إطلاق الخلق على القرآن إما للتقية مماشاة مع العامة، يعني لا يستحيونهم يقولون هذا الكلام، إن ذا الأئمة قالوا الكلام ده عشان تمشيان مع العامة على سبيل الإيه؟ التقية، أو لكونه موهما لمعنى آخر أطلق الكفار عليه بهذا المعنى في قولهم إن هذا إلا اختلاق، فلم يجد هؤلاء الشيوخ ما يلوذون به إلا القول بالتقية أو ما ماثلها. وهذا المنهج يثبت أنهم ليسوا على شيء، وأن احتمال التقية في كل نص قد أفسد عليهم أمرهم وأضاع حقيقة المذهب، فأصبح دينهم دين المجلسي أو الكليني أو ابن بابويه القمي لا روايات الأئمة. وعليهم بينهم حيرة شديدة، لأن التناقض في كل قضية تقريبا، كل حاجة فيها كلام موافق للسلف فيقولوا أن ده كان خرج مخرج يعني التقية. هناك كتاب اسمه درة نجفية للبحراني عرض الاختلاف الروايات عندهم من أجل التقية، وكشف عن حيرتهم بأي الأقوال يؤخذ، هل يؤخذ بالأول أو بالأخير أو يتوقف أو يخير في الأخذ بأيهما شاء، أو ماذا يفعل بهذه الأقوال المتعارضة المتناقضة. فقد جعلت التقية كما يقول هذا البحراني لا تخلو من شوب وريب وتردد لكثرة الاختلافات في تعارض الأدلة وتدافع الأمارات،
وطبعا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شيء عادي ان التضارب ده يدل على يعني بطلان ما هم عليه. وتسنى لكل شيخ او زنديق او مفتر يلبس ثوب المشيخة ويتظاهر بالعلم ان ياخذ ما شاءت له زندقته او جهله وهواه وتعصبه واحدا من هذه الاقوال المتعارضه المتضاربه ويعرض عن الاقوال الاخرى ولو كانت حقا، ويجد ما يسوغ به هذا التصرف من الاحتجاج بالتقيه او دعوى ان في ذلك مخالفه العامه اللي هم اهل السنه، والقاعده عندهم ان ايه يعني في خلاف العامه الرشاد، يعني اذا ارتبت في شيء فشوف ايه اللي يوافق اهل السنه وخالفه، فان الرشاد فيما يخالف ما عليه العامه. هكذا يضيع العلم والحق والدين بهذه الطريقه الماكره، ويكتب على الامه الفرقه والخلاف بهذه الاساليب التي هي من وحي الشيطان ومكره. ولو احسن محسن للشيعه واراد بهم الخير من شيوخها لسلك بها طريق الجماعه واخذ من روايتهم ما يتفق وكتاب الله وما عليه اهل السنه والجماعه، وتخلص من مكر القمي والكليني والمجلسي، ولا سيما والائمه تشتكي من كثره الكذابين عليها، حتى قال ائمتهم ان الناس اولعوا بالكذب علينا. فكما يعني ذكرنا ان في روايات فعلا عندهم توافق ما عليه اهل السنه، مثلا كروايه عن جعفر الصادق حينما سئل عن القران قال ليس بخالق ولا مخلوق. وطبعا كما ذكرنا هذا مما يعني اخذوه عن المعتزله، وحتى المعتزله اخذوه من مصدر اجنبي كما يعني حقق ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. كذلك الاعتقاد بأن القرآن منزل غير مخلوق هو الثابت عن أهل البيت. في حين هم لما نفوا كلام الله لموسى، مع أن الله يقول إيه وكلم الله موسى تكليما، فنفوا إثبات كلام الله لموسى عليه السلام، وفي نفس الوقت نسوا موضوع كلام الله لما جاءوا يتحدثون عن الأئمة. فقد جاء في كتابهم المعتمد عندهم بحار الأنوار باب أن الله تعالى ناجاه صلوات الله عليه، أن الله سبحانه وتعالى ناجى من يعني أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه. في بعض رواياتهم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، سورة براءة يعني، مع أبي بكر وأنزل الله عليه تترك من ناجيته غير مرة وتبعث من لم أناجه، كأن تعرفون في لما نزلت سورة براءة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر لإيه؟ ليقرأها على الناس براءة من الله ورسوله. فلما فعل ذلك الرسول عليه السلام يزعمون أن الله أنزل عليه عتاب، يعني عتاب من الله، تترك من ناجيته غير مرة وتبعث من لم أناجه، بقى تبعت أبو بكر وتبعتش علي يعني علي نفسه مع أني ناجيت عليا إيه مرتين. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ براءة منه، أخذ براءة سورة براءة ودافعها إلى علي رضي الله عنه. فقال له علي أوصني يا رسول الله، فقال له إن الله يوصيك ويناجيك. قال فناجاه يوم براءة قبل صلاة الأولى اللي هي صلاة إيه الظهر، الأولى الظهر إلى صلاة العصر. وتقول رواية أخرى إن الله ناجاه يعني عليا يوم الطائف ويوم عقبة تبوك ويوم حنين. وفي رواية عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف لأبعثن إليكم رجلا كنفسي يفتح الله به الخيبر صوته سيفه. فالرواية تقول إنه اختار عليا لهذه المهمة، فكان لما وصلها لما ذهب أولا علي والرسول عليه السلام لحق به، وكان علي على رأس جبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثبت فثبت، فسمعنا مثل صرير الزجل، قالوا مثل صوت الرعد يعني. فقيل يا رسول الله ما هذا؟ قال إن الله يناجي عليا رضي الله عنه. طبعا الروايات كلها خلط تاريخي ما بين يعني فتح خيبر والطائف، لكن طبعا عنصر التجسيم هنا واضح، ان يقول ان صوت المناجاة مثل صوت الايه
كصرير الزجل اللي هو معناه قالوا صوت الرعد، واضح؟ هذا في تجسيم يعني، ها؟ فما بالهم يذهبون تارة إلى التعطيل المحض وتارة إلى يعني التجسيم. هي مراحل مختلفة في المذهب وتطوره. أم أن وضاع هذه الروايات أو وضاع هذه الروايات كانوا يمثلون كل يعني نحلة، والتشيع يحتضن الجميع بلا تفريق، وحب علي حسنة لا تضر معها سيئة كما يقولون. لا يجدون ما يلجأون إليه في تعليل هذا سوى القول بالتقية، ولا يكاد يجزم شيخ من مشايخهم بمعرفة أي القولين تقية إلا بالقول بأن ما خالف العامة فيه الرشاد، وليتهم قالوا ما وافق القرآن هو الحق وما سواه تقية، بدل ما يقولوا ما خالف العامة ففيه الرشاد، لكن يقولوا ما وافق القرآن هو الحق وما سواه تقية، هيكون الكلام يعني أفضل. فهذا مذهبهم في هذه القضية، قضية كلام الله، يعني مذهبهم فيها غريب على الأمة، وهو خلاف ما عليه أهل البيت وخلاف ما اتفقت فيه روايات لهم مع ما جاء عن أهل السنة، وأن روايتهم كلها متعارضة متناقضة. قضية التي تليها من القضايا التي انحرف فيها هؤلاء الرافضة هي مسألة الرؤية، والرؤية طبعا رؤية الله سبحانه وتعالى في يعني أهل الجنة، يروا أن إثبات أن أهل الجنة يرون ربهم كما يليق به تبارك وتعالى. فالرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى السنة والجماعة، وخالف في ذلك الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ومؤلفات كثيرة جدا طبعا في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ذهبت الشيعة الإمامية بحكم مجاراتهم للمعتزلة إلى نفي الرؤية، وعندهم روايات تنفي ما جاءت به النصوص من رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، فتفتري مثلا على أبي عبد الله جعفر الصادق بأنه سئل عن الله تبارك وتعالى هل يرى في المعاد، فقال سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية، والله خالق الألوان والكيفية. وهو يعني نفي الكيفية ليس تنزيها لله سبحانه وتعالى، بدليل أن بعض السلف أو الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، هو في كيف لكنه مجهول، فهو أثبت حقيقة الصفة ونفى علم الكيفية. فالمنفي هنا علم البشر بالكيفية لا ذات الكيفية. أي نعم. أيضا قال آياتهم جعفر النجفي ولو نسب إلى الله بعض الصفات كالرؤية حكم بارتداده، أي واحد يعتقد بأن الله يرى في الآخرة كما يليق به فهذا من أسباب الردة، فهذه أحد الأسباب التي يكفرون بها أهل السنة. يعني نحن عندهم كفار لأسباب كثيرة، من ضمنها إيه؟ إيماننا برؤية الله تعالى في الآخرة. يقول هذا الرجل ولو نسب إلى الله بعض الصفات كالرؤية حكم بارتداده، وهذا في كشف الغطاء. وجعل الحر العملي نفي الرؤية من أصول الأئمة، وعقد لذلك بابا بعنوان باب أن الله سبحانه لا تراه عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة. فالشاهد هنا كلامه على نفي الرؤية في الآخرة.
فهذا النفي لرؤية المؤمنين ربهم في الآخرة خروج عن مقتضى النصوص الشرعية، وأيضا هو خروج عن مذهب أهل البيت كما جاء في رواياتهم، بعض الروايات تثبت أيضا هذه الرؤية. وطبعا الجواب معروف أن ذلك خرج على مخرج التقية مماشاة العامة. نفس الشيء في الحديث التي أثبتت النزول الإلهي، سلكوا فيها أيضا نفس هذا المسلك، ومعلوم يعني كلام السلف في هذه القضية، فلا يعني نضيع الوقت بذكر يعني التفاصيل. من ذلك أيضا وصفهم الأئمة بأسماء الله وصفاته، يعني هم ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى ثم ينسبون هذه الصفات إلى أئمتهم، فهذا ممن فردت به الشيعة وشذت به عن الأمة. فإذا كان شيوخ الشيعة المتقدمون قد شبهوا الخالق سبحانه بصفات المخلوقين، ثم واجه هذه الموجة الغالية في التجسيم موقف آخر كأنه رد فعل له، وهو موقف التعطيل، فشبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات والجمادات والممتنعات، وعطلوا الأسماء والصفات عن طريق السلوب النفي المحض. فهم لم يصفوا الله سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في مذهبهم الأول التجسيم، ولا في مذهبهم الأخير اللي هو النفي والتعطيل. إذا كان الأمر كذلك فإنهم لم يكتفوا بذلك، بل تطور الأمر إلى أن الأسماء والصفات الواجبة لله عز وجل وصفوا بها بعض البشر كالأئمة، فخرجوا بمذهب ثالث وهو تشبيه المخلوق بالخالق، فشابه النصارى في ذلك كما شابه اليهود في المذهب الأول التجسيم. خرجوا ببدعة ثالثة أحدثوها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث زعموا أن الأئمة هم أسماء الله، فأسماء الله سبحانه التي ذكرها في كتابه هي على حد زعمه عبارة عن الأئمة الاثنى عشر، وهذا يتضمن تعطيل الله من أسمائه الحسنى وإعطائها بعض البشر، ويزعمون أن النص من المعصوم قد ورد بذلك، وهذا إفك عظيم يفتروه، فويل لهم مما يفترون. روى الكليني في أصول الكافي عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى، وهؤلاء يقولون نحن الأسماء الحسنى، فأي محادة لله وكتابه أعظم من هذا؟ إن من معين هذه النصوص المظلمة تستقي طوائف الباطنية الملحدة والتي تذهب لتأليه الأئمة ومن مائها الآسن ترتوي، وتفصل روايات أخرى لهم ما أجملته الرواية السابقة، فيروون عن أبي جعفر أنه قال نحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم، ونحن عين الله في خلقه ويده المبسوطة بالرحمة على عباده، عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا. وعن أبي عبد الله قال إن الله خلقنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله. هذا في كتبهم الأصول الكافي والتوحيد لابن بابويه وبحار النور وبرهان. وزعموا أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال أنا عين الله، وأنا يد الله، وأنا جنب الله، وأنا باب الله. وافتروا أيضا على علي أنه قال أنا علم الله، استغفر الله، وأنا قلب الله الواعي، ولسان الله الناطق، وعين الله الناظرة، وأنا جنب الله، وأنا يد الله. وفي التوحيد لابن بابويه أن أبا عبد الله قال إن لله عز وجل خلقا من رحمته، خلقهم من نوره، فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، بهم يمحو السيئات وبهم يدفع الضيم
وبهم ينزل الرحمة ينزل الرحمة وبهم يحيي ميتا وبهم يميت حيا وبهم يبتلي خلقه وبهم يقضي في خلقه قضيته. وقد ذكر المجلسي 36 رواية تقول إن الأئمة هم وجه الله ويد الله. وفي رجال الكشي وغيره قال علي كما يفترون: أنا وجه الله، أنا جنب الله، وأنا الأول وأنا الآخر، وأنا الظاهر وأنا الباطن. وجاءت عندهم روايات عديدة في كثير من مصادرهم المعتمدة تفسر قوله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، بما رووه عن جعفر أنه قال: نحن وجه الله، ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه، ونحن وجه الله الذي لا يهلك، وروايات أخرى بهذا المعنى. وجاء في تفسير العياشي رواية طويلة تقشعر منها أبدان المؤمنين تصف ما يجري في يوم القيامة، وتقول نهاية الرواية على لسان الأئمة: ثم يؤتى بنا فنجلس على عرش ربنا. نعوذ بالله من هذا البهتان والافتراء. أضفوا على الأئمة أيضا بعض صفات الرب عز وجل كالعلم بالغيب. فالكليني في الكافي عقد بابا بعنوان: باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء. طبعا قد يستغرب كثير من الناس كيف يجترئ أحد أن يقول هذا الكلام. كما ذكرت لكم مرارا هذه رسالة أكاديمية، يعني دراسة قوية جدا منهجية علمية، وكل النقول مأخوذة من كتبه المعتمدة، مش كتب غريبة أو شاذة أو غير مشهورة، دي المراجع المقدسة عند الشيعة، بالذات كتاب الكافي وأمثاله. فذا كلام مسند لا يفتري عليهم أحد، وهم لا يستطيعون إنكاره أبدا. فالكافي في الكليني، يعني بس باختصر، يعني مفروض مع كل نقل أقول الكافي الجزء الفلاني صفحة كذا، ولكن دي ممكن بقى يرجع إليها في الكتاب. عقد الكافي بابا بعنوان: باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء. وضمنه طائفة من روايته، وعقد بابا آخر بعنوان: باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وذكر فيه جملة من أحاديثهم. على سبيل المثال قال أبو عبد الله كما يفترون: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة. يعني دين تاني يا جماعة، يعني دين تاني. الناس مش يعني مش بس مش فاهمة، في ناس مش عايزة تفهم، عايشين في حيلة الإنكار، مش عايز يواجه الواقع. هو راسم صورة وعنده طموح وحاطط أمل في هؤلاء القوم، فبالتالي مش عايز يواجه الحقيقة، هو دايما يتذرع الإنكار، بس لحد إمتى؟ هذا دين آخر مختلف عن دين الإسلام، ليس هذا هو دين الإسلام. يقول أبو عبد الله كما يفترون: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. ورواية أخرى عن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله رضي الله عنه جماعة من الشيعة في الحجر، فقال: علينا عين، حد شايفنا؟ علينا عين. فالتفتنا يمنة ويسرى فلم نرى أحدا، فقلنا: ليس علينا عين. فقال: ورب الكعبة ورب البنية، هذا البناء يعني، ثلاث مرات: لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، ولا أنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطي علم ما كان ولم يعطي علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة. وبعد، فهذه كلمات لا تحتاج إلى تعليق، وأقوال هي زبالة المذاهب الباطنية التي كان لها وجود في تاريخ المسلمين، والتي تذهب إلى تأليه علي والأئمة قد استوعبتها الاثنى عشرية في بنية مذهبها. وهم يلصقون هذه المفتريات بأهل البيت ليتخذوا منهم عكازة يعتمدون عليها لنشر مذهبهم. وإلا فمن يقول أنا الأول والآخر والظاهر والباطن، هل يختلف عن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟
إيه فرق بين الاثنين؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وإن ده علي بيقول عن نفسه كده معاذ الله، وحاشى أمير المؤمنين أن يقول هذا. فهل يختلف عن يقول أنا ربكم الأعلى؟ وكيف يتجرأ أساطين المذهب كالكشي والطوسي على نقل هذا الإلحاد؟ وكيف يعدون الكليني ثقة إسلامهم وهو ينقل هو وأضرابه هذا الكفر البواح؟ وهل ثمة عذر لمعتذر؟ حاول شيخهم المجلسي اللجوء إلى المجاز لتفسير بعض نصوصهم الواردة في هذا الباب، فقال إن تلك المجازات شائعة في كلام العرب، فيقال لفلان وجه عند الناس ولفلان يد على فلان وأمثال ذلك، والوجه يطلق على الجهة، فالأئمة الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها، ولا يتوجه إليه تعالى إلا بالتوجه إليهم. فهو هنا بأول الكلام الذي جاء في إيه؟ كل شيء هالك إلا وجه، ويبقى وجه ربك، وكل شيء هالك باطل مضمحل إلا دينهم وطريقتهم وطاعتهم، وهم عين الله أي هم الذين يشهدون على عباد الله. فكما أن الرجل ينظر بعينه ليطلع على الأمور، فكذلك خلقهم الله ليكونوا شهداء من الله عليهم ناظرين في أمورهم. وإطلاق اليد على النعمة والرحمة والقدرة شائع، فهم نعمة الله التامة، بأول هنا إيه؟ أنهم يد الله وهم رحمة الله إلى آخر، فهم نعم الله التامة ورحمته المبسوطة ومظاهر قدرته الكاملة. والجنب أنهم جنب الله بقى، بأولها بإيه؟ أن الجنب هو الجانب والناحية، وهم الجانب الذي أمر الخلق بالتوجه إليهم. ويحتمل أن يكون كناية عن أن قرب الله تعالى لا يحصل إلا بالتقرب بهم، كما أن قرب الملك يكون بجنبه. إن هذا الاعتذار دليل ودليل على رضا شيوخهم بهذا الكفر البين، وإلا فكيف يلتمس لهذا الإلحاد الظاهر مخرج؟ لما لا يضرب به الجدار؟ لما نلغيش كل الروايات المكذوبة والافتراءات دي، وينقى ثوب التشيع من أدران رؤوس الملاحدة وزبانية الكفر؟ وهل يصح تأويل المجلسي إلا إذا صح تأويل قول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ إلا إذا كان هذا التأويل لمجرد التستر على الباطل والدفاع بالهوى عن مقالات الملاحدة. إن التعلق بالمجاز على فرض القول به لا مكان له هنا، لأن المجاز في اللغة يلاحظ فيه وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. والأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل الكلام على حقيقته. والقاعدة معروفة أن الذي يتأول هو كلام معصوم، وهؤلاء الأئمة ليسوا معصومين إلا في زعم هؤلاء الضالين، فليتأول قول المعصوم. لكن واحد يتكلم كلام ونقل نؤوله، كيف نؤوله؟ نأخذ بالحقيقة الأصل يعني. ولذلك فإن فرقا كثيرة في الاثني عشرية وغيرها عدت ذلك الكلام حقيقة، واعتقدت في الأئمة الألوهية بمقتضى هذا الكفر الذي ينقله لهم شيوخ الاثني عشرية، وكان حق هذه المقالة الرفض والتكذيب، لأنه لا معنى لدعوى المجاز. فهل توجد علاقة وقرينة لجعل معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا للأئمة؟ أين العلاقة في قولهم بأن أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن هي أوصاف للأئمة؟ مش احنا عارفين أن في المجاز المرسل دائما في علاقة؟ زي علاقة السببية وعلاقة إيه؟ المحلية وعلاقة الجزئية إلى آخره، يعني لازم يكون في علاقة. طب إيه علاقة بقى بين قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبين قول الأئمة إنهم هم الأول والآخر والظاهر والباطن؟ قول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، فلما يجي روايات عن الأئمة إنهم قالوا نحن أسماء الله الحسنى، طب إيه العلاقة؟ ولماذا نحتاج إلى المجاز في مثل هذا؟ أين القرينة الصارفة لهذه الآية عن معناها الأصلي وهو أسماء الله سبحانه؟ لا يوجد شيء من ذلك، إلا إن كانت هي زعمهم أن في الأئمة جزءا إلهيا. فقد أخرج صاحب الكافي عن الأئمة أنهم قالوا إن الله خلقنا بنفسه، والعياذ بالله. فإذا كانت هذه القرينة التي تؤكد مبدأ الغلو ولا تنفيه، وتعطي الأئمة جزءا من صفات الله سبحانه،
أنت تلاحظ في كلمات المجلسي مظاهر الغلو في الأئمة وتكاد تكون مجرد صدى لتلك الروايات. هل يمكن أن يقارن قول العرب لفلان وجه عند الناس بقول إمامهم أنا وجه الله؟ وهل يقبل أن تجعل قرينة ذلك أن عليا والأئمة هم الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها؟ هل عندهم من برهان بهذا فيخرجوه لنا؟ لا يتوجه الناس بعبادتهم ودعائهم إلا إلى الله وحده. يعني أعتقد دعوة أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، ولما نقول كلمة أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام أهل السنة هم نقاوة أهل الإسلام، ما فيش تعارض، بالعكس ده هو الإسلام في أنقى صورة خاليا من كل يعني إيه شوائب البدع والضلال. فمش معناها فرقة، أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام بس نقاوة وخلاصة أهل الإسلام، أنظف ناس من ناحية الاعتقاد ومن ناحية السلوك ونحو ذلك. مش أهل السنة دي فرقة، لأن بعض الناس يقول مدخل يعني هو سماكم المسلمين يا جماعة، إيه كلمة أهل السنة دي؟ هذول مش فاهمين حاجة، لأن لا تناقض بين أن أقول أن أنا مصري وقاهري، فيش تناقض، دي وصف أخص من الوصف العام. فكذلك أهل السنة دول خلاصة أهل ونقاوة أهل الإسلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني انظر إلى ما يدعو إليه أهل السنة، إيه مشكلتنا كلها مع الشيعة؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ما فيش أكثر من كده. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مش هو ده منهج أهل السنة؟ فبدل الشرك ده والضلال المبين الذي يدعو إليه هؤلاء الشياطين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا يتوجه الناس بعبادتهم ودعائهم إلا إلى الله وحده، ولا يستقبل المسلمون في صلواتهم إلا بيت الله، ولا واسطة بين الله وخلقه إلا في تبليغ وحيه سبحانه، ولا واسطة في التبليغ إلا رسل الهدى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال بعد هذا إن الأئمة هم الجهة التي يتوجه الناس إليها؟ أما دعوة أن الأئمة يعلمون ما كان الماضي وما يكون في المستقبل ولا يخفى عليهم الشيء، فدي مش صفة أئمة، دي صفة الإله، صفة إله، فهذه صفة للحق جل شأنه لا يشاركه فيها أحد سبحانه. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله سبحانه وتعالى أمر أفضل الخلق رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فأمره سبحانه أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم بغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد ذكر علماء الإسلام أن من ادعى شيئا من علم الغيب فقد كفر، فقد أضاف الله سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه، فلا يظهر على غيبه إلا من اصطفى من رسله، وهذا هو الغيب المطلق المحجوب عن جميع الخلق. هنا حاشية فيها تنبيه مهم، وهو أن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق وغيب إضافي. غيب مطلق أو حقيقي وهو ما يعلمه وحده سبحانه دون ما سواه، وعند الإطلاق هذا هو المقصود من كلمة الغيب، وفيه يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وهناك غيب إضافي أو مقيد وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض، كالذي يعلمه الملائكة من أمر عالمهم وغيره ولا يعلمه البشر مثلا. يعني هناك أحوال تتعلق بالملائكة في العالم، في عالم الملائكة نحن البشر لا نعلمها، فهذا بالنسبة لنا غيب إيه؟ نسبي. أما ما يعلمه البشر بتمكينه من أسبابه واستعمالهم لها ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتلك الأسباب
أو عجزهم عن استعمالها فلا يدخل في عموم معنى الغيب الوارد في كتاب الله، لأنه غيب عمن غاب عنه من المخلوقين، ليس هو غيبا عمن شهده، والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيبا مقيدا ليس غيبا مطلقا غاب عن المخلوقين خاطبة. يرد على خاطري استشكال بعض الناس مش بيتصوروه، وهو مسألة معرفة نوع الجنين ويعلم ما في الأرحام، فبعض الناس بيستشكل هذا الأمر عندهم على أن الآن يتمكن يعني أطباء النساء والولادة من تحديد نوع الجنين يعني وهو في بطن أمه، فهل هذا معرفة للغيب؟ ليه؟ لأن هذه معرفة بآلة، لكن واحد يقف كده من الخارج ويقول ده ولد أو بنت، لا يعرف عن طريق زي ما يكون في كسر معين أو شرخ في العظم أو كذا أو أي شيء من هذه الأشياء تكشف عن طريق الآلات الحديثة تصوير، فدي معرفة بإيه؟ بآلة، مش هو يقف من الخارج ويقول ده فيه هنا شرخ في المكان الفلاني أو فيه كذا أو كذا، لا مش بفادة، لكن هنا عن طريق إيه؟ آلة. ما تفرقش بقى انك انت تفتح بسكينة مثلا وتنظر، مش هتفتح، بس هنا من غير ما تجرحه بتشوف، فمفروض ان ده شيء لا يشكل على احد يعني، يعني هنا بآلة مش معرفة مستقلة، استطراد عابر يعني. يقول وقد عثرت وسط هذا الركام من هذه الدعاوى الغبية الملحدة حول الأئمة على بعض النصوص التي روتها كتب الشيعة والتي تجرد الأئمة من هذه الصفات التي خلعوها عليهم، وهي لا تنبغي إلا للحق جل شأنه. كالعادة دايما بتوجد في وسط ركام الضلالات آراء توافق آراء السنة، والجواب جاهز. قال أبو عبد الله كما يروي صاحب الكافي: يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. شوف المثال الجميل اللي قاله هنا جعفر الصادق بقى، بيقول إيه؟ يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب. والحقيقة دي الموقف ده الحقيقة مش هتنسوه أبدا إن شاء الله، مش هتنسوه لأنه غريب يعني، موغل في الغرابة والجرأة على الكذب، فركزوا معي. قال أبو عبد الله كما يروي صاحب الكافي: يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فما علمت في أي بيوت داره. جيت أضرب الجارية دي فلانة واختبأت مني، فما عرفتش هي مستخبية في أي حجرة في الدار، فبجابها كمثال حي، لو كنت أعرف الغيب كنت عرفت هي فين ورحت إيه وضربتها، فمثال في غاية البساطة وفي نفس في غاية الإقناع يعني. يقول ولو كان أبو عبد الله كما يزعم الكليني في أبوابه التي عقدها بعد ذكره لهذا النص، لو كان يعلم ما يكون ولا يخفى عليه شيء، وإذا شاء أن يعلم علم لم يخفى عليه موضع الجارية، وكان الأئمة من قديم يشكون من مزاعم هؤلاء الذين جمع أقوالهم صاحب الكافي وأسندها للأئمة، ولهذا جاء في حديث لهم ذكره صاحب البحار وصاحب الاحتجاج عن بعض أئمتهم، قال: تعالى الله عز وجل عما يصفون سبحانه وبحمده، ليس نحن شركاء في علمه ولا في قدرته، بل لا يعلم الغيب غيره، كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه، يعني ما عندهمش دين، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه، وأشهد الله الذي لا إله إلا وأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدا، أني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه أو يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه الله لنا. وروايات الشيعة
تكشف نفسها بنفسها وتتناقض نصوصها. وقول الأئمة إنهم مصدر الرزق وإنزال الغيث إلى آخره. والذي يروي شيوخ الشيعة الاثنى عشرية هو من مخلفات غلاة الشيعة والذين أنكر الأئمة مذهبهم. جاء في أخبارهم أن أبا عبد الله حينما قيل له إن المفضل ابن عمر يقول إنكم تقدرون أرزاق العباد، فقال والله ما يقدر أرزاقنا إلا الله، ولقد احتجت إلى طعام لعيالي. ده برضو مين؟ أبو عبد الله جعفر الصادق، برضو رد منطقي جدا يعني. بيقول له إنكم تقدرون أرزاق العباد، فقال أبو عبد الله والله ما يقدر أرزاقنا إلا الله، ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري، وأبلغت إلي الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم. ظل مهموما ويفكر لحد ما إيه أحضر لأولاده القوت. فضاق صدري وأبلغت إلي الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم، فعندها طابت نفسي، لعنه الله وبرئ منه. الشخص اللي بيدعي أن هم اللي بيقدروا ويدبروا أرزاق العباد. ولكن هذه الروايات هي كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وفي التقية متسع لكل نص تضيق به نفوس شيوخ الشيعة. وإذا أردت مثالا على ذلك فاسمع ما يقوله شارح الكافي تعقيبا على قول أبي عبد الله الذي نقلناه آنفا، الموضوع الجارية التي اختبأت. بيقول إيه بقى بتاع الكافي ده؟ والذي الأثر اللي احنا ذكرناه اللي هو إيه بقى؟ بيقول له يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي. طبعا واضح جدا أنها إيه؟ فما علمت. والسياق واضح أنه بيتبرأ من ادعاء معرفة الغيب. قال شارح الكافي الغرض من هذا التعجب وإظهاره هو ألا يتخذه الجهال إلها. يعني هو ما بيقول فما علمت في أي بيوت الدار هي مش معناها أن أنا ما كنتش عارف هي فين، لا، ده هو قال الكلام ده علشان الناس ما تتخذوش إلها من دون الله. واضح؟ يعني هو كان عارف بس بيقولها كده عشان إيه؟ الناس ما تعبدوش من دون الله. يقول الغرض من هذا التعجب وإظهاره هو ألا يتخذه الجهال إلها، أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين المنكر لفضله ما نسبوه إليه من العلم بالغيب حفظا لنفسه. يبقى إيه بقى هنا؟ تقية. اللي بيقولك بعض الناس اللي كان قاعدة سمعاه هو بيقول يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي. فتاني جواب بيقول إيه بقى؟ إن كان في ناس حاضرين لا يعرفون قدره، فخاف يعني يقتلوه أو يكفروه أو يعملوا معاه حاجة، فإيه؟ تقية. قال لهم كلمة فما علمت في أي بيوت الدار هي إيه؟ تقية. لكن هو يعلم الغيب. ده كلام الشيعي شارح الكافي. دي في قاله المازندراني أو في شرح جامع على الكافي. بيقول إيه بقى؟ الغرض من هذا التعجب وإظهاره هو ألا يتخذه الجهال إلها، أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين المنكر لفضله ما نسبوه إليه من العلم بالغيب حفظا لنفسه. أحسن يقتلوه حفظا لنفسه. وإلا فهو رضي الله عنه كان عالما بما كان وما يكون، فكيف يخفى عليه مكان الجارية؟ فإن قلت إخباره بذلك على هذا يوجب الكذب، كده معناه أنه كان بيكذب. قل فما علمت في أي داره وهو يعلم، يبقى كده بيكذب. قلت فإن قلت إخباره بذلك على هذا يوجب الكذب، قلت إنما يوجب الكذب لو لم يقصد التورية وقد قصدها. لذا كان بيعرض في كلام،
فإن المعنى ما علمت علما غير مستفاد منه تعالى بأنها في أي بيوت الدار. يبقى بيأوله إيه بقى كلمة لقد هممت بضرب جارية فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار إيه، يعني ما علمت علما من جهة غير الله، لكن أنا عارف من جهة الله. شوف تأويل الغريب المستكره، فما علمت في أي بيوت الدار إيه. طب وتتعبوا نفسكم ليه؟ ما تقولوا لا إله إلا الله وخلاص، وأن الله هو الذي يعلم كل شيء، واثبتوا الغيب لله، هيعذبكم ربنا يوم القيامة لما تقولوا يا ربي نزهناك عن أن يعلم الغيب غيرك وأثبتنا أنك وحدك تعالى. هل ممكن ربنا يعذبك عشان كده؟ زي ما يقولون النصارى، يعني هل ممكن ربنا يعذبك يوم القيامة أنك تحج وتدافع تقول أنا اعتقدت أنك واحد لا شريك لك، وأنك لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد؟ هل هذا ممكن يعذب الله عليه إنسانا؟ فأنت ليه تعب نفسه كده بهذه الطريقة الجهنمية الشيطانية؟ مش عايز لازم يثبت شريك مع الله في معرفة الإيه؟ الغيب، مش مخلصه. حتى هذه الرواية الصريحة الواضحة التي تبرئ الأئمة من ادعاء علم الغيب، يقول، نعيد العبارة، قال شارح الكافي: الغرض من هذا التعجب، لكلمة يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، الغرض من هذا التعجب وإظهاره هو ألا يتخذه الجهال إلها، أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين المنكر لفضله ما نسبوه إليه من العلم بالغيب حفظا لنفسه، وإلا فهو رضي الله عنه كان عالما بما كان وما يكون، فكيف يخفى عليه مكان الجارية؟ فإن قلت إخباره بذلك على هذا يوجب الكذب، قلت إنما يوجب الكذب لو لم يقصد التورية وقد قصدها، فإن المعنى ما علمت علما غير مستفاد منه تعالى بأنها في أي بيوت الدار، فمفهومه إيه؟ عندي علم من الله في أي مكان اختفت هي من الدار، لكن علم من غير الله لا، هذا ده المقصود بكلمة ما علمت. فانظر التكلف العجيب في رد هذه الرواية لإثبات أن الإمام يعلم ما كان وما يكون، حتى ارتكب في سبيل ذلك نسبة الإمام إلى الكذب، وهذا ما أصلا من أصولهم وهو العصمة، وهو لو كذب يبقى مش معصوم، وعندهم الأئمة معصومون، فعشان كده هو بقى عشان ما يوصفوش بالكذب قال إيه؟ لا ده هو قصد التورية، كان يبقى كذب لو لم يقصد التورية، لكنه قصد التورية بأنه إيه؟ ما علمت في أي بيوت الدار هي، يعني ما علمت علما من مصدر غير الله، لكن من عند الله أنا أعرف هذا الغيب. يعني تذكرون حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء لما كانت تنشد بعض الأشعار، فأخذت تتكلم عن تقول بعض الأشعار حتى وصلت إلى إيه؟ وعندنا نبي يعلم ما في غدي. غضب الرسول عليه السلام وقال لها إيه؟ لا تقولي هذه وعودي إلى ما كنت تقولين. فأنكر عليها أن تصفه بأنه يعلم ما في الغد، فلا يمكن أن يمدح بشر ويقبل المدح بأنه يوصف بما لا ينبغي أن يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإمام أراد بهذا القول ألا يتخذه الجهال إلها، فهل أنت بإثباتك لضد قوله تريد أن تدعو إلى تأليه الإمام؟ يعني أنت بتثبت هو أنه يعلم إيه؟ الغيب. طيب ده مش تأليه؟ وأين الدليل على وجود بعض الحاضرين الذين يخشى من وجودهم الإمام وسلسلة السند كلهم شيعة؟ وعلى أي وجه من وجوه اللغة يعتبر هذا من قبيل التورية؟ بل هذا كذب يعني صراحي مفروض. ده على مذهبي هو الشارح الكافي. أما شيخهم الآخر الشعراني المعلق على الشرح فلم يعجبه هذا التكلف في تأويل الرواية، ورام ردها بأقصر طريق وهو الحكم بأن الرواية كذب، القصة دي كلها من أولها كذب. كذب ليه؟ كذب لأن فيها تبرئة للأئمة من ادعاء علم الغيب. يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي. إيه الكذب اللي فيها اللي يزعجك وتريح نفسك أنك تقول لك لا أصل الرواية مش ثابتة؟ ليه؟ عشان ما يحتاجش للتكلف في ردها
كما فعل يعني الماء زندراني. هكذا يشيع الزنادقة عن علماء أهل البيت مثل هذه الإشاعات الكاذبة، فإذا أنكروا على هؤلاء الزنادقة فريتهم وفضحوا باطلهم أمام الملأ حمل شيوخ الشيعة هذا التكذيب والإنكار على التقية، فصارت التقية حيلة بيد غلاة الشيعة لإبقاء التشيع في دائرة الغلو ورد الحق والإساءة لأهل البيت. وقد ادعى زرارة بن أعين أن جعفر بن محمد يعلم أهل الجنة وأهل النار، فأنكر ذلك جعفر لما بلغه ذلك وكفر من قاله، ولكن زرارة حينما نقل له موقف جعفر، يعني هو واحد كان بيكلم جعفر بن محمد فبيقول إنه قال له إنه يعلم أهل الجنة وأهل النار، فلما جاء الرجل بيحكي بقى فلما يعني لما حكى هذه الكلمة لجعفر بن محمد أنكر ذلك وكفر من قاله، فلما زرارة نقل له موقف جعفر قال لمحدثه لقد عمل معك بالتقية، ده كان بيضحك عليك يعني لقد عمل معك بالتقية، بس هو فعلا يعلم إيه أهل الجنة وأهل النار، معك أنت بالذات عمل بالتقية. أيضا يناقش هنا أحد مسالكهم الغريبة وهو دعوة التحريف لتأييد مذهبهم في التعطيل، يقول وهو مسلك لم يسلكه أحد غيرهم أو لم يسلكه أحد غيرهم وشذوذ اختصوا به عن سواهم، حيث راموا التخلص من آيات الإثبات للأسماء والصفات في كتاب الله سبحانه وتعالى بدعوة خطيرة، اللي هي إيه بقى؟ الدعوة هي تحريفهم للآية عما أنزل الله، ادعاء تحريف الآية. فمثل روى ابن بابويه عن الرضا علي بن موسى في قول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، قال الرضا إنها الحقيقة يعني وهي حرفة والعياذ بالله، إنها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام وهكذا أنزلت. وهدف الشيعة من هذا التحريف واضح، فهم يحاولون بذلك نفي الإتيان عن الله سبحانه كقول المعتزلة. وفي الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين علي قال يخاطب أحد الزنادقة لإقناعه بالإسلام، وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه فإنما نزلت كل شيء هالك إلا دينه، يزعمون والعياذ بالله أن الآية حرفت وأن أصلها كل شيء هالك إلا دينه، لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه هو أجل وأعظم من ذلك. فواضح أن واضع هذه الأسطورة أعجمي جاهل لا يفقه من أمر العربية شيئا، وزنديق حاقد في افترائه على كتاب الله وتعطيله لصفات الله، ونسبة هذا الكفر لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ومن كبير مقده وحقده زعمه أن هذه إجابة أمير المؤمنين لإقناع أحد الزنادقة. إن هذا المنهج في التعطيل يدل على أن هذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات لا تراعي في سبيل الدفاع عن مبادئها أي حرمة ولا تقف عند حد، وإذا كانت فرق المعطلة من المعتزلة وغيرها لم تحاول أن تمس لفظ كتاب الله سبحانه ورمت البحث عن تأويل المعنى، فإن هذه الفئة قد تخطت الحدود وتجاوزت المبادئ فرامت إثبات مبدئها بما يخرجها عن الإسلام أصلا، فدل على أن هناك فئات من أهل التعطيل تريد الكيد للأمة بمحاربة أصل دينها وهو كتاب الله العظيم، ولا قد انكشف بهذه الوسيلة أمرها وافتضح شأنها والله من ورائهم محيط. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين، ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.